يعني لا يعني مش صدفة ولا حاجة. ما كانتش صدفة يا نوح لما تضيع منك الحاجة اللي بتحبها، وده ابتلاء. ما كانتش صدفة لما ابتلاك وكشف لك ناس حواليك خاب ظنك فيهم. وما كانتش صدفة يا مولانا إن أقرب الناس ليك يبعدوا عنك كنت في أشد الحاجة ليهم. وما كانتش صدفة برضو إن حياتك تتشقلب وتتلخبط بسبب عندك وكبرك. مظبوط مظبوط يا نوح.